الفنان السعودي محمد عبده في بلاده من جديد. أبو نورة هو ترمومتر لنا كفنانين، وجوده مهم وغيابه كثير صعب، ورجعته كثير صعب، تعيد أوراق كثيرة. رحلة علاج طويلة خارج البلاد أمضاها فنان العرب وتركت فراغا كبيرا في الوسط الفني كما ولد عشاق فنه. أشكرهم على مشاعرهم الطيبة والدقيقة جدا والمتعججة والمتشوقة إلى لقائي زي ما أنا متشوق أكثر وأكثر إلى لقائهم. مسوي عندي في البيت مسوي مكان مسميه الديرة، بيت عسيري من بيوت عسير قبل 100 سنة، حاط فيه كل الأشياء يعني زي ما تقول متحف صغير كذا. فبعد ما جلسنا في عز الزحمة كذا وشوشني وقال لي متى نجي على الديرة، فقلت له أجل أنت وضعك تمام. وصل محمد عبده في مساء رمضاني إلى مطار جدة ليجد دفء قلوب الوسط الفني والثقافي كفيلا بالتأكيد لأبي نورة أنه رقم صعب في الساحة الفنية السعودية. لا أبالغ أن أقول هرم من هرم وحيد في المملكة في هذه الفترة على المستوى الغنائي، وبالتالي هو شكل وجداننا جميعا. أكيد ما في شك أنه غيابه كان له تأثير كبير، وجوده بيننا ولو مجرد وجود حتى لو من غير أعماله، لو وجود لا هو مهم أيضا. ويعتبر محمد عبده جزءا أساسيا من الذاكرة الثقافية والفنية للعرب عموما والخليج خصوصا، ليأمل مريدوه أن تتحول عودته إلى بداية انطلاقة فنية جديدة لعبده. عملت كذا موضوع، خاصة أغنية سويناها للأستاذ محمد عبده اسمها يزول الباس، ونشوفك في أحسن حال يعدل الناس، ربي يعدل الأحوال ونشوفك في أحسن حال، وتتشافى وتتعافى وترجع بسمتك ثاني يا أغلى الناس. متفق أن بعد العيد حيكون فيه احتفالية كبيرة لهذه المناسبة، بس إن شاء الله نقعد يعني ونحاول كيف نرتبها، يعني في خلال شهر سبتمبر حتكون إن شاء الله. تنام جدة وهي تحتضن محمد عبده كأحد عشاقها بعد أن أضحى سبعينيا يقف على رأس هرم من التاريخ الفني، هرم قد لا تشرق الشمس على نسخة أخرى منه. صوت الخلف العربية جدة. سعيدين ومبسوطين بعودة أبو عبد الرحمن بالسلامة الأرض الوطن. هذا أيضا استقبال الجميل من الجمهور دلالة على محبة الفنان ومكانة الفنان عند الجمهور، مكانة الفن أيضا عند الجمهور. أقول لأبو عبد الرحمن الحمد لله على السلامة، وسعيدين بعودته سالم وعافى بإذن الله تعالى. أستاذ محمد ما في شك أنه وجوده مهم في الساحة الغنائية العربية مش الساحة السعودية والخليجية. أكيد ما في شك أنه غيابه كان له تأثير كبير، وجوده بيننا ولو مجرد وجود حتى لو من غير أعماله، لو وجود لا هو مهم أيضا. أولا الحمد لله على سلامته، هذا أهم شيء. إحنا كفنانين قيمنا السعودية لازم تبان، هذا يعتبر أبونا الفني والأمانة. علاقتي مع أبو نور علاقة كبيرة سواء فنية أو شخصية أنا أعتز فيها، الحمد لله أنا وصل بالسلامة وهذا أهم شيء. طبعا أبو نورة هو ترمومتر لنا كفنانين، وجوده مهم وغيابه كثير صعب، ورجعته كثير صعب، تعيد أوراق كثيرة. فنانين القلائل، فنان يحترم جمهوره، فنان يحترم نفسه، احنا كنا نحبه. هو مش فنانه بس، هو رمز لنا، هو أبونا، أنا أعتز بعلاقتي فيه والحمد لله نوصل بالسلام وهذا أهم شيء. والله في الحقيقة أول نشكركم على هذا اللقاء لفنان العرب، وإحنا في الحقيقة سعداء جدا بوجود وعودة فنان العرب محمد عبده إلى أولاده سالما معافى الحمد لله، وإلى شعبه وجمهور الكريم. وإحنا لا عيد الحقيقة نعتبره ثالث عيد هذا عودة الأستاذ محمد عبده. هل غيابه أثر على فعلا؟ فعلا والله، والله في الحقيقة كل الفنانين متأثرين جدا، ولا الواحد ما له نفس حتى
يغني أو يسجل عليها. جميل أن تكون حاضر الكاميرا لكي تستطيع أن تلتقط هذه المشاهد التي نعيشها، أن تلتقط هؤلاء الزهرات ممثلين للطفولة احتفاء بمحمد، ويمكن لها أن تلتقط أيضا شيوخا وكهولا حضروا للاحتفاء بمحمد. محمد ليس اسما فقط، بل هو لا أبالغ أن أقول هرم من هرم وحيد في المملكة في هذه الفترة على المستوى الغنائي، وبالتالي هو شكل وجداننا جميعا. هذا الرمي كان من المفترض أيضا أن يكون احتفاء الجهات الرسمية يفوق احتفاء الناس، لكن نصيب دائما الفنان أن يحتفوا به الناس الذين يتلقون ما يبثه صدقا وحميمية وحبا. لكن حقيقة مؤسف أن يكون هذا الغياب لمحمد، وأن يأتي ولا يجد مسؤولا كبيرا، وليس مسؤولا فقط إنما كبيرا ليتوازى مع الرمز. فمحمد ثروة قومية، ثروة وطنية.